حلاوة سؤال حريري، لأنه نحن من أول الطريق إلنا كلهم، يعني كلهم، وحنبقى على الساحات للكلهم ينسلوا. صرنا 10 ايام قاعدين ببيت بلا اشغال، يعني المصروف اللي معنا خلص، عنا اولاد بالبيوت وفي مدارس ما عم تفتح كلامتهم، عرفت ليش؟ نحن بحق لنا نفتح طريق مني بهتنا، هن بحقوا يسكروه. صار لي من اول نهار هون، اللي نحن عم نعمله على الرينج كان تسكير هيدي الطريق، كل الوقت الجيش والدرك كان عم يحمينا، نحن اليوم اجى امر بفتح هيدي الطريق، نحن رح نفتح هيدي الطريق لانه ما بدنا نتصادم معهم، رح نعطي 48 ساعة بس حتى تتشكل الحكومة، وإذا ما رجع تحققت مطالبنا نحن موجودين والشارع موجود.